السلام عليكم ورحمة الله. الزول هنا اليوم راني درت فيديو باسكو الحج العظيم، الحج المبارك او قريب باش الناس تروح المقدسة، البقاع المقدسة، باش يحجوا ويزوروا البقاع المقدسة. اسمها هذا ركن من أركان الإسلام الخمس، والخمس الركن الخامس، حاجة مليحة ونشجع الناس يروحوا. بصح شكون هذو الناس اللي يروحوا؟ الناس اللي يروحوا بدرهم الحلال، اللي يخدم بعرقه وجبينه، هو اللي راح يحج. ماشي واحد يسرق وينهب، كل ما يسرق مليار يروح يضرب حجة باش يقولك ان راح نطهر دراهمي ونطهر عظامي ونغسل عظامي، والدراهم هذوك يبقوا حلال، يولوا حلال بلا جدهم باسكو راني حجيت. هذوك الدراهم يولوا بلا جدهم حلال وراني حجيت، ويدهم ولادي ويتمتعوا بهم. ويزيد كي يحج يرجع يعيطوا له الناس يا الحاج يا سيد الحاج، هو يرفع شناقو ايوا، ويزيد يسرقهم ويزيد يعاود يحج. شتو هذوك الناس هذوك يروحوا يحجوا ويدوروا على الكعبه الكريمة، هذوك اللي يدوروا على الكعبة هذوك تحسبوا فيهم قاع لابسين الابيض ومطصين محفين نظاف بروبر عبادة، تشوف فيهم ملاك يا ونصهم قاع سراقة سيدي فولر. هذوك السراقة هذوك يسرقوا الجزائر باش يروحوا يحجوا باش ربي يطهر لهم دراهمهم، ويون بليس يديروا في واحد الحاجة واحد المنكر يديروا فيه انه الدراهم هذيك اللي يحجوا بها يزيدوا يمدوها للسعوديه. هذاك الحج راه يستكلف، لازم له الماكله، لازم لوطيل، لازم مصاريف، لازم هاك، لازم هكذا، يطلب مصاريف، لازم يشري يواسي او يدعم في السعوديه بالدراهم الحرام اللي سرقها من الجزائر. حجه تاعو هو باطل باسكو حاج بالدراهم الحرام، يوم بليس يزيد بالدراهم اللي سرقها من الجزائر يدعم فيها دولة خبيثة سعودية اللي راهي كونتر الإمارات وهذا العباد. أنا نقولها للناس، هذو اللي يسرقوا هذو لهم يسرقوا روح يحجوا، حرام عليكم، ما هوش حلال الحج تاعكم والله ما هو مقبول. وش كل حج تاعو مقبول اللي يخدم بعرقه وجبينه ودراهمه حلال، هذاك ربي يقبله ويبارك له في حجه. ونزيد نقول ثاني، الأئمة هذو الميساج هذا يخص الأئمة، من فضلكم يا الأئمة ديروا الواجب تاعكم، يرحم والديكم، ديروا الواجب تاعكم، وصلوا الميساج، فهموا الناس هذو اللي راه يمدوا لكم في الرشوة، قولوا لهم باللي راهي حرام عليكم تسرقون بعد تحجوا باش ربي يطهر لكم عظامكم ويطهر لكم دراهمكم باش ولادكم ولاد ولادكم يعيشوا بالدراهم الحرام، باش اسم تاعك ديروا بالدراهم الحرام بين في روحك نسال الناس. قولوا لهم باللي الحج تاعكم راه باطل، لازم هذاك اللي يسرق باش يروح يحج لازم يعاود يخدم من جديد، يجيب الدراهم الحلال يحطهم دو كوتي، والدراهم الحرام اللي سرق هذيك يرجعها اكل من بعد يروح يحج ويا ربي يقبل ويعاود يتوب. هذه هي الميساج. سمى هذا الحج ما تروحش تحجوا الزاويه الكبيره اللي بناها لنا بوتفليقه، هذاك الجامع الكبير، الجامع الكبير هو الزاويه الكبيره، من بعد يحطوا فيه الضريح تاع بوتفليقه يولي يسموه زاويه مولاي سيدي بوتفليقه، أو زاوية كبيرة أو جامعة كبيرة. وهفكم وهفكم تحية الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وعطوا المشعل للجيل هذا الجديد اللي راه زايدين في 88 وطلع، هذونا راهم يحبوا الجزائر، وخير حاكم منهم يحب الجزائر، إن شاء الله تنجح الجزائر. هاي السلام عليكم ورحمة الله.